الكلى متابعينا الكرام هي أهم عضو يقوم بتصفية الجسم والدم من السموم، ويصل معدل تصفيتها للدم لحوالي 125 ملي لتر في الدقيقة، يعني حوالي 180 لتر في اليوم. يعني خديجة ومتابعين الكرام، لكم أن تتخيلوا أن حوالي 3.5 لتر من الدم سوف يتم تنقيتها وتصفيتها من السموم والمواد الضارة فقط خلال مدة هذه الحلقة. سبحان الخالق البديع. وفوق هذا مشاهدين الكرام، على عكس اللي يتصور الكثير منا، وظيفة الكلى غير مقتصرة أبدا على تصفية الدم فقط، لكن تتعداها لتشمل التحكم في توازن السوائل، حمضية الدم، التحكم في بعض الهرمونات المسؤولة عن ضغط الدم. هذا طبعا بالإضافة لدورها في إنتاج الهرمون المسؤول عن تحفيز نخاع العظم لإنتاج الدم، التحكم في بعض الإنزيمات اللي تساعد في إنتاج فيتامين د المسؤول والضروري جدا في صحة العظام.